الله يبارك فيك وتستاهل الطيب ان شاء الله. حدثنا عن مشارك تجهيزك لطيرك اليوم. والله التجهيز يا طول عمر الطير انا هذا ما جهزته. جهز اخوي مسعود بن عبد الله المضاحكه بيض الله وجهه، عز الله انه تعب على طير الطيب والحمد لله بيض وجهه. يعني نقدر نقول الطير ذا تبع فريق برزان. لا لا لا. الطير هذا يا طول عمر طير اخوي عبد الله المسند ويا طول عمر وخلاه عند مسعود اخوي. تعب فيه والحمد لله تاهل الطير. من تهدي هذا الانجاز؟ اهديه يا طول عمر الاخوي مسعود بن عبد الله مضاحكه وعبد الله بن مسند بن سعد المسند ومحمد بن حمد بن حسن له بيض الله وجههم على ذا الطير الطيب ويستاهلون التاهيل. يستاهلون. عطنا ذوي تصريحك للنهائي ونص النهائي. والله تصريح ما في تصريح، انا عندي الوعد ان شاء الله بالنهائي. نعتبره تصريح لو وعدنا نعتبره ان شاء الله. ان شاء الله بالنهائي ان شاء الله ان الطير ان شاء الله بيض الوجه ان شاء الله تترقبوا بالنهاية. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق واحنا نشوفك ان شاء الله في النهاية ونص قبلها نص النهاية ان شاء الله. جزاك خير وياك يا رب وياك.